رجعنا معكم في البارتي الثانية من برنامج إيجا معنا، وفرحانين برشا اللي قاعدين تجيو معنا، تجيو بحضينا كما قلت من الأول في القاعدة هذية الكونفيفيال، القاعدة الحلوة، بحضور بيان سور لي كرونيكور نزار رامي الشيف دالي وما أدراك، والماكلة البنينة بالطبيعة والتصنيف بتاع الكوجين الكل، وزادة ضيفنا اللي حاضر معنا بالفيزيو كونفيرونس مرتضى الفتيتي اللي يتبع فينا من أول الحلقة، وعرفنا عليه برشا حاجات على الكوجين على الماكلة على التصنيف على السبور وعلى الفن والموسيقى. زادة مرتضى مرحبا بك مرة أخرى معنا في الجزء الثاني من برنامج إيجا معنا. ديما معاكم ومحليه جو، محليه جو رمضان. رمضان هي الجو حفالي، بعد شوية باش نحكيو على موضوع الناس اللي تتقلق من المعدة متاحة في أيامات الأولى من الصيام، من عارش كانت منهم ولا لا مرتضى؟ ليه الحقيقه رحمه نحسوا الصيام بالعكس. بعد شويه باش تكون معنا سبيسياليست نحكيو فيها على الموضوع هذايا. انترتون لازمنا نمشيو في ساعه في ساعه نلانسيو الديسير، خاطر بصراحه منو بنين من غير ديسير ما عندوش معنى، سورتو وقت يبدا بنين مع شيف دالي. باش نمشيو بحذاه هنا وياك رامي، وبعد خليك بحذاه ونرجع نواصلوا يذولي في الحوار مع ضيفنا مرتضى الفتيتي ومعك انت زاد نزار. نمشيو بحذا شيف دالي تو دو سويت. رجعنا مرة أخرى مع الشيف دالي باش نشوفوا وين وصل المنيو نتاع اليوم. نواصل بالدجاج، مازال ما خلطنيش المحل السلطه سبيسيال نتاعك بالفجل والكيك باش نسيوه بعد شوي. شيف دالي خليتك حضرت الشيف وحدي اليوم، ماكش وحدك معنا زاد رامي الشيف رامي باش نعيط له انا اليوم. رامي انت مالح حلو ولا كان مالح هكا؟ والله ماك تعرف مع الحجر الصحي الواحد جرب برشا فازات برشا ديروسات، المشكله ديما في الوقت، ما واحد يحب ياكل فيسه عرفت، مزروب ياكل فيسه مزروب. ان توكا بون احنا مزروبين هذاك، علاش ندخلوا نواصل تتجمع نشوفوا لي تابي دي معاك شيف قبل ما نلانسيو الكيك. لا دونك ناخذوا ليك موار. ايوا واش هذوما المحليهم لي لي اكسسوار هذوما انت الماتيريال نتاعي محليه ولا دي زوستانسيل هايلين برشا مع فاك المان، سي اون مارك الماند هذه. فوالا هي عنده برشا حاجات، دونك فما لي بولشور، فما لوفر ديك موار لوش لي بانس هذا اللي يعصروا بها الثوم زيدا. فوالا فما لوفر بواط، فما هذه نحبها هنا، هذه هي كوب تاع البيتزا، بيتزا وساعات لي تارت نستعملها زيدا. اما الماتيريو محليهم، فما سي دو لينوكس هذا. وي سي دو لينوكس. فوالا وهذوما افيك اون مانش بيضه تنجم تستعمل. هذول اللي يتفرجوا فينا توا يحبوا يزهزوا هكا ويلوجوا في لي زيستانسيل دو كويزين، ما نتصور سي اون سي ان تري بون شوا، خاصه سي اون مارك الموند معروفه معناتها لا كاليتي سي غارونتي هكا ولا اكزاكتومون. هما على كل حال حتى سكيكن هذول موجودين معاهم، سكيكن زاد كيف كيف هما على وش زاد سيليكون لي لوش نجم تستعملهم. المارك هذايا نتذكر انا خذيت منها زاده للكوجينه برشا حاجات، عندهم 12 ans ولا 13 ans في الكوجينه كيما هما، نجم نجيبهم لك مره جايه نوريهم لك، معناتها سي فريمون ما تبدلوش بكل. ولا كيما تشوف ليندا دونك نصبوا الصوص نتاعنا، خليو كاين شويه حتى اللي نمشي نطيبوا فيهم الخضره. فوالا تري بيان استيس باهي هيك هذي وجديده هي. لا فوالا نحطوه يتجمر ديريكت ونخليوه بيان سور باش نغطيوه بالالمنيوم، نخليوه هكاك وباش نحطوه يتجمر. فوالا دونك باش ناخذوا الالمنيوم تو بيتس. ايوا جست قبل حاجه واحده شايف دالين حاب نقول اللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا، اللي يحب ياخذ فكره على لارج جام نتاع لي زوستانسيل دو كويزين مع فاكلمان، تنجموا تدخلوا على الباج فاكلمان تونيزي باش تلقاو كل شيء موجود هكاك، تختاروا كل شيء في عقلهم بالحق، سورتو اللي قاعدين يزهزوا راهو حاجه تدوم في الوقت بالكدا بالكدا. شوف ليندا فوالا دونك توا نسكروا عليها بالكدا بالالمنيوم وبعد نحطوها في الكوشه. فوالا تري بيان وبعد نحطوها في الكوشه وهكاك تتجمروا تجينا بنينه. فوالا ونكملوا الكويسون تاع الليجوم تاعنا. دونك انا اول حاجه بديت بها بس تاع الالمنيوم شنو بالضبط؟ فوالا نسكروا الالمنيوم باش نخليوها هكاك مش مغطيه باش يرجع عليها الفابور. ومن بعد قبل ب 5 مينوت نحيو كل الالمنيوم ونخليوها تتجمر. تري بيان. قبل ما تعديوا للكيك نحب نسال نزار، قال الكوجينه ما معاش معاها لا تطيب لا مالح الحلوه، ما تاكل على الاقل نزار هكا ولا بيان سور؟ شتاكل؟ بطل العالم ناكل كل شيء. اعز ديسير عندك شنو؟ فوندون شوكولا. كيف هي؟ سورتو كي تنزل هكا ويبداك الشوكولا هابط. معها كالبول دو فاني. والساهل نتاع فانواز ولا وحدك؟ كيفاش سامحني؟ الساهل نتاع فانواز كي يزيدوا كيس حليب. بيان سور الساهل نتاع فانواز. اي باهي. بعد المرتبة الثانية بعد فوندون شوكولا. اعطينا توب 3. توب 3 نمشيو شوي للعربي.
اي كل كريمه في عملوها في رمضان هي لازم البوزه 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 صدو كريمه العار العربي نتاعنا بس خلوه كريمه مش طيبوا له كريمه لا 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 البوزه البوزه والثالثه ما عنديش كهو ما عنديش صافا ماكش غورمون برشا كان 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 سالتني نفس السؤال انا نعطيك توب 10 هذاك علاش قلت لك سبورتيف من اللوك نمشي نمشيو توا للكيك رامي احكي لي باتيسري شنو امورك والله الحق في الباتيسري ماك تعرف في اليوتيوب كل واحد كي يتبع هكا منه ما غادي تغلط سورتو فك الحكارات المقادير وكذا الوقت تقاني نزرب مثلا نحب نركض هذه فيسه ولا نحل الفور فيسه كان الوقت بتاع الزربه والمشي والجاي ذاك يخليني نغلط شويه الحل موجود شوية. الحل عند شيف دالي على خاطر مع فانواز هو شيف دالي المشكله هذه ما فماش بالحق سيديكيت حاضرين هذوما ليندا دونك كل شيء فيها حاضر les ingrédients كل شيء موجودين مخلطين كل ما بعضهم temps de préparation fait ça 5 minutes نخاوها حاضره نزيدوها حتى شيء جوست 100 مللتر نتاع حليب وثلاثه كعيبه تاع عظم وشويه برك مارغرين باش ناخذوا المارغرين نتاع جديده نخلطوهم بالقدا بالقدا هيلا نصبهم directement في المول 180 درجه 35 مينوت ماكس فرانشمون هيلا معناتها ما هاي كرامي ها والحل ما تقعدش تحكر لحد شيء لا وفما برشا حاجات فما الفوندون شوكولا فما الكيك هذا فما لي موفين زيد كل شيء برشا حاجات وفما السالي زيد كيف كيف فما السالي فما البيتزا زيد تري بيان تري بيان دونك برشا حاجات اسهل من هكا ما فماش حتى انت نزار تو ماكش مغروم بالكوجينا اما تنجم تعمل نهار سيربريز للمدام هكا الديسير تدخل تلقاك عامل لها كيك خايف لا تردني ما في بالهاش اللي انت استعملت فانواز خايف لا تردني كيك لا لا سي غارونتي تجي بنينه سي سيغ شيف دالي شفت ليندا شلون نلقاو دونك نلقاو الخلطه نتاعنا نتاع الكيك ونلقاو زاده الخلطه الصغيره اللي باش نخلطوها بالحليب نتاع الكاكاو والشوكولا نخاوه وحده نذوبوه ونحطوه فوق هيلا دونك ما نسحقوا حتى شيء ناخذوهم كاملين باهي تري بيان انا دونك اول حاجه باش نبداو بها اللي هي الخليط نتاعنا كي تعرف ليندا اصعب حاجه انك تحضر لي زانغريديون الكل قدامك هذيك ديما تخلو يد من يسير جوست هذيك علاش سي بروفيسيل شو هو فرانشمون توا نحكيو حتى مع نساء اللي يتفرجوا فينا توا تلقاها في الكوجينه تقول لك ما كملت لونتخي والبلا ما تلقاها تعبه فهمت وفما العائله يلزكزيش ساعات حاجه حلوه في اللي دونك ذولي سي اون سوليسيون تخفف عليها التعب والبريسيون ما تاخذش برشا وقت شوف ليندا فيها السكر فيها السكر فاني فيها الفارين فيها اللوفور فيها كل شيء دونك مخلطين حاضرين مخك رايف مخك رايف ما زيدهم حتى شيء باه دونك انا اول حاجه باش ناخذها اللي هو خلنا كيس حليب 100 مليلتر باش ناخذ حليب ديليس ايوا ونزيدو 100 مليلتر انا باش نزيد ليندا بالعين خاطر نعرف 100 مليلتر قداش تري بيان باه 100 مليلتر حليب وباش ناخذوا المارغرين ايوا باه دونك مارغرين جديده فوالا وكيف كيف زيد باش نحطو 100 غرام 100 غرام مارغرين فوالا رامي اعطيناك العظم زاد كيف كيف نتاع وفيتا رامي عطاف تقص عظمه ها تهلين عاد اسهل حاجه هذي اي مالا اطوال اون قداش تستحق شي كبيض عظم ما صفر عظم لا 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 كاملين باش ناخذ 3 كعبات عظم ثلاثة كامل حضر 3 كعبات مالا كاملين ونزيدوهم للخليط نتاعنا نتاع فانواز دونك نذكر اللي قاعدين نحضروا في كيك مع فانواز دونك كيك مغبغي كل شيء حاضر موجود ما معناتها ما تاخذش برشا وقت لي زانغريديون كل في وسط الكيت موجود المقادير وكل شيء دونك جوست شيف دالي زيت الحليب و 100 مليلتر حليب و 100 مليلتر حليب و 100 غرام زبده 100 غرام مارغرين باه وتوا ناخذوا 3 كعبات عظم هلا باه bien donc les tacabet adam el mazra elle est حاضره معنا avec plusieurs produits en fait j'ai je fais l'adam le jambon voilà je mixiهم الكل باش ناخذوا الميكسور نتاعنا الفوي الكتريك براون اي ولا بشويه بشويه نخلطوهم بالقدا بالقدا très bien اي شيف رامي عطينا اي جيت عاونا خليه يخلط راح نشوف اي ورينا بشويه بشويه اسمع شيف دالي مش من اللي جين تفهم الاوز كي شدها انا قلت بتاتر انت باخل هكا على الكوجين على خاطر تراها صعيبه اما ما جربته بلوس اما كان حضرت معنا من الاول تبع فينا قاعد على باتو شونج غدافي
لا لازم نجرب نسير شيء. اي مالا عمري جربت رو في حياتي. ايش اجرب ايش؟ ان شاء الله ما نعملش كارثه برك. لا باس ما تفزليش الريحه بركة. هوني هاي. لا هكا باهي. خليتها باهي هكا، خليه يتخلط هكا الخليط نتاعنا الكل. شفت مسألة فيها حد شيء. انا نفدلك وراه ما فيش شوي بالحق اللي في الدار نعمل فيها الحكاية. شنو علاش ليش؟ شنو المشكلة؟ ما تقوليش أنت تمثل كرجال نتاع لي وأنا ما ندخلش في الكوجينة وأنا اليوم الناس كلها كول عائلة العائلة الكل مع بعضها. كما قال غرام مش مغروم. إيش نقول؟ إي هو غرام معناتها في رمضان الناس الكل تحط يدها للبركة نقولوا احنا حتى اللي ما يعمل حتى شيء يحط الطاولة يقص الخبز هكا ولا إيه؟ الناس الكل تعمل يحسن أن أول الكوجينة تقصر الوقت شفتوا الحجر الصحي عاونتني برشا تقصر الوقت بالحق وتبدا تجرب عرفت الروسيت هذه الروسيت الاخرى هاي انت تخدي دونك انت نزار ما تعاونش جمله في رمضان ناكل بين ماكلة انا داكور انا نحكي مثلا مش تقص طرف خبز باش تحط الطاوله مش تل... اي دي والله نفس المعول متاكد من المعول هو يغسل معول اصعب شويه بالكوزين الحقيقه باهي هكا يا سافا اجا نقول لك عليك المعول وما عادش نكلموك على الماكله جمله حب بعد ما ضربه معول من مره ما خلقنيش يا ولدي نعرفوك تبارك الله عليك اي تري بيان والله سي بيان ان توكا مع حتى لاباريل سام فيها مع براون تنجم يتغربك سا فاسيليت كي تستعمل حاجات في الكوجينه يسهلوا لك لي ريسيت نتاعك سي تري امبورطون فهمت وفيها دو فيتيس هذول شيف فيها دو بليزيور فيتيس وي دونك نجم زاد كيف كيف قويه شويه ما قويه شويه هكاك بشويه بشويه باش تدخل لنا بالبدا شفت انا ليندا شون خليت من بعد خليت ساشيه تاع الكاكاو اخذت زدت شويه حليب وخلطته وهذاك هو اللي باش نعمل بيه الخساج نتاع ايش نقول لك انا عمري في حياتي ما نجيبها صحيحه المغربي هاك باش تشوف كيفاش تعمل باش تشوف حاجه صحيحه نبدا من المول نتاعنا فوالا D'accord, donc margarine, j'ai dit d'un dehnou biha l... Voilà, donc... Très bien. Chouaïa, margarine. Nizar, tu commences à aimer, petite grama. Voilà, je m'étonne. Chouf, mais c'est là. Voilà, je m'étonne. Adhéye, mais tu n'es pas de 5 secondes. Aïe, mais nous, on est l'écher Ramadan, tu vois les chefs, Mela. Oui, 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 Voilà, donc, tout ça est Très bien, ben. Au taouan, on est sur la spatule, m'tiana. Le had le taou. Donc, on soupe au cacao. Ah, d'accord, haka, kifesh t'akhdem le marbré. Chouaïa. نعملوا له تخليطه صغيره اي قاول كليينت تري بيان بي ومن بعد نكملوا نصبوا هي ما الحاجه الباهيه يا شيف انك دهنت بالمارغرين جديده لحد الفوق قريت حساب انها تعلى بيان سور باش تطلع خاطر هي حطينا 3 كعيبات عظم تاع المزرعه دكنا 100 غرام تاع مارغرين والكيس الحليب وهكاكا تري بيان كل شيء يبدا قاولك نزاك تسأل في سؤالات اللي ميم با يجوا في يجوا البالي باش تطلع على الحكايه تتعلم قلت لك من الاخر رمضان سي بون لا لا سي بون فوالا شيف نعملوا شالنج نعملوا كل شيء من هنا اخر رمضان تردي نعرف نطيب شو قولك بيان سور فرانشمون شيف دالي هذايا المغبغي انا تعلمتها من عندك هذه حاجه سهله 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 يعني تصب على مرتين ولا ثلاثه الخليط تصب على مرتين وندخلوها الفور كيما قلنا 180 دوغري 35 مينوت هكاك تبدا حاضره نقلبوها في حاجه وبعد ناخذ الشوكولا نتاعنا باش نزيدوا شويه حليب نحلوهم شويه وهكاك هوب كامله كل شيء دونك الحاجه الباهيه الاخرى انه عندك ابارامون فور انت تاش وي النساء اللي يتفرجوا فينا وتقول لك الفور نتاعي من داخل ما عادش نجم نحكو تلمون فيه هذا هي اللي ينظف روحه وحده هذا تري بيان فوالا ليندا دونك نحطو الكيك نتاعنا في الفور 180 دوغري 35 مينوت الفور نتاعك اوتو كلين ينظف روحه الفور نتاعي العجيب هذا اوتو كلين ينظف روحه وحده دوبل فيتراج ليندا كيما تشوف يشد السخانه دونك فيه زوز بلارات اللي يشد السخانه ما يخليش السخانه تخرج وفيه دونك برك الله برشا حاجات يعمل غراتيناج يعمل طيب بالفابور غراتيناج كل شيء غريات كل شيء فيه تري بيان هو والفريجيدير زوز مون بلون هو الفريجيدير مون بلون تري بيان بي ان توكا محليها فريدا على الفريجيدير سي اوريجينال حاجه جديده تري اوريجينال معناتها تكون تشاسونج ان بو هكا اذا تحب نعمل لك تصوير في الفريجيدير ابيض والله ماذا بيا اش خاول ماذا بيا ماذا بيا شويه تري بيان بي دونك الاولاد اش قاولكم في الديسير نتاع اليوم رابيد فاسيل ساهل ماش سهل
كيفاش نقولوا يا حبذا حبذا ذوقوه روحوا به من بعد ذوقوا بعد روحوا به باش قال فتره تري بيان. يعطيك الصحه شيف دالي. لانسينا النواصر لانسينا الكيك مازال توا بعد شويه البريك بالحمام البريك وصلت سلاطه انا نستنى كيف السلاطه راني السلاطه زيد كيف نخدمها بالغبو نتاع براون دونك فيه اللام نتاعو باش نحطوا كعبات الفجل والفقوس وكل باش خرجوا لنا مقصوصين مرقلي تري بيان. اخر حاجه باه عندي لكم سؤال بكل صراحه صراحة كي نعطيكم ان تيرم دو بورسنتاج قداش تستهلكوا حاجات صنع تونسي معناتها كي نقول لك على 100% قداش تستهلك تونسي؟ طب الحقيقة مش برشا اعطيني بورسنتاج 50-50 اكثر من 50 ابار لاغرو اليمونتيغ الحقيقة ما فماش برشا ما فماش برشا دونك لبس حوايج حاجات هكا مع الأسف اعطيني بورسنتاج مع الأسف لا الحوايج 50% ميم با ميم با 40 10% نقول 10% انت لازمك تتبعنا في ميدان تونيزيا رامي انا الحق كيف يمكن 10-20% سيرتو في الماكله التونسي انا مصدومه والله مصدومه لا هو اللي احنا ابار الماكله ابار ابار هكا قضيتنا شويه من دونك هذاك علاش نقول لكم تابعونا ديما في روبريك هذيا ميدان تونيزيا اللي عنده صنعه تقليديه صنعه تيدين اي حاجة صنع تونسي 100% مرحبا بها في الروبريك هذه. دونك كما قلت لكم الروبريك هذه ديدي لكل ما هو تونسي نشجعوا على المنتوج التونسي نشجعوا على الاستهلاك التونسي وخاصة كي تبدا حاجات ياسر مزيانين كما البرودوي نتاع اليوم اللي باش نحكيو عليه مع سي غسان الرويتبي حرفي بحثنا في البلاتو مرحبا سي غسان عايشك بارك الله فيك ونشكرك على الاستضافة يعطيك الصحة ان شاء الله نظرك مبروك وعامك بخير يعيشك يا سيدي وان شاء الله سيدي ربي ينزح علينا هالغمة هذيا ان شاء الله يا رب وان شاء الله تونس بخير ان شاء الله تونس بخير بخير وقت اللي يكون فما فيها الناس كيما هكا يخدموا حاجات كيما اللي باش نراوهم اليوم صنع تونسي مواد تونسيه وفيها حتى توش ليدنتيتي التونسيه دونك زي غسان انت معناتها مختصين دي سبيسياليست في الامبلاج بنوعه اما تتميزوا انه الامبلاج بتاعكم يكون ياسر اوريجينال كيما قاعدين نشوفوا فيه توا في التصاور على ليكران دونك سؤال الاولاني للناس اللي قاعده ترى بشنو هو مصنوع شنو هما المواد الاوليه اللي تستهلكوهم كيفاش تخدموا الديزاين هذا يعطيك الصحه سؤال هو فات لي كوفري نتاعنا هما كلهم دي كوفري امبوا دونك سون دي كوفري كادو اللي ما يتلوحوش معناتها احنا نخدموا دي كوفري بيرسوناليزي نتاع تو برودوي لكن انه بعد ما يتلوحش معناتها نديو فيه البرودوي نتاعنا لكن بعد يقعد بوات بيجو فوالا فوالا وفيه بيان سور انتوج ارتيزانال دونك هاك كيما شفت معناتها اللي هو اللي باتيني معناتها اون اكريليك باتيني باليد فهمت فيها لي كولور كلهم رينا حتى حاجه سيدي بوسعيد هكا الفرفوجي وكل شيء نخدموا على تونس فوالا احنا اللي ميزنا البرودوي نتاعنا انه ظهروا ليدونتيتي التونسيه وشاركنا معناتها وصدرنا ما شاركنا صدرنا العمان فرنسا بلجيكا مكتوبه ميد ان تونيزيا في اللوحه محفوره مطبوعه لا مطبوعه هذا الحشنبي هذا كل شيء الحمد لله معناتها الحمد لله يا رب يعطيك الصحه سي غسان ميرسي بوكو ان شاء الله من حسن لاحسن وان شاء الله من حسن الى احسن وان شاء الله لي برودوي هذوما نراوهم في برشا بلايص وين نسافروا نلقاو حلو تونسي في حكه هكا نلقاو شويه دقله في حكه هكا شويه زيت زيتونه وان شاء الله موافقين احنا من خلال الروبريك هذية عن طريقك سي غسان ومن طريق برشا ناس اخرين يحضروا بحضينا جوستومون نحبوا نعاونوا وندزوا ونشجعوا على المنتوج التونسي والبرودوي التونسي دونك هذاك علاش دعوه مفتوحه للمجالات لكل مش كان الحرفيين اي حاجه تنجموا تصنعوها وتكون 100% تونسيه ونكونوا فخورين انكم تتعداوا بحضينا ان شاء الله في الروبريك هذية. بعد النواصر البنينه نواصر بالدجاج اللي حضر لنا شيف دالي ومن بعد ما حطينا الكيك مغبغي في الكوشه وتهنينا عليه توا وقايد باش نمشيو نشوفوا البريك بالحمى فروم والسلايطه نتاع الفجل اللي قالنا عليها اول ايميسيون وانا بهتتني خاطر تري اوريجينال سلطه تفجل فيها المايس وفيها النعناع وفيها حاجات اخرى بنينه هذه سبيسيالتي نتاع شيف دالي باش نمشيو تو دو سويت للكوجينه نكتشفوا البريك ومن بعد السلطه بما انه شيف دالي ما نجم يبدا حتى غوسيت الا ما نشوفوا لي زيتاب الكل لي زاستوس والبنه اللي باش يحطها في الخلطه نتاعو وان شاء الله قاعد يستنى فينا باش نمشيو للبريك البريك بالحمى فروم اليوم دونك ليندا توا باش ناخذوا الفيون دوشي حاضر نتاع المزرعه باهي داكور دونك فيون دو داند هاشي كويت الحاجه الباهيه انها حاضره باش هذايا بالحق حاجه تري رابيد للي يحب يعمل بريك ولا حاجه مزروبه دونك حاضر طيب حاضر وهو نتاع داند باهي دونك ناخذ شويه تري بيان فوالا دونك سي اون بريباراسيون كويزيني بريت ا لامبلوا ديريكتومون تحلها وتنجم تستعملها دونك نحلو نحطو الفيون داشي باهي ونزيدو شويه بيرسيل
شويه معدنوس. شويه معدنوس. فوالا. تري بيان. ونزيدوا شويه فرماج تاع ديليس. باهي. وبيان سور باش نزيدوا عليهم شويه ريغوتا خاطر احنا باش نعملوه بالفيون داشي ما نصوركش استعملت جبن ديليس سيغتينمون مي لا ريغوتا ديليس زيد. بيان سور. دونك شويه ريغوتا وشويه فرماج. باهي. دونك الفيوند هاشي معها المعدنوس والجبن مرحي وال والريغوتا والريغوتا وانا يا ليندا ماك تعرف ما نجمش ناكل حاجه ماهيش مززه دونك هذاك علاش باش نزيدوا شويه هريسه اي فما برشا يعملوا البريك فيه الهريسه فما شكون اللي الاولاد انتم في الدار بهريسه بلاش هريسه البريك ياكلوا حاجه مززه هريسه 100% هريسه محرحره اي فما هريستي كامل طيبنا بها وقتها وانا فيها ان غو حتى تري... صوص البيتزا نزيد فيها الهريسه سبيسيال حتى صوص البيتزا وانت نزار حار نموت على الهريسه لا نحب الحار اي ردوا بالكم في رمضان ما تكثروش اما كي تبدا كيما هكا توش سوبتيل نتاع شيف تبنن من غير توزويزه وتفويحه دونك ناخذوا شويه زاده كيف كيف هريسه البريك بالهريسه يعطي ان غو هكا غولوفي في الفرن حاجه باهيه برشا دونك كل شيء مفوح باش تعمل سويبع ولا كيفاش لا باش نعملوه سويبع باهي ولا دونك هذاك هو الفخس خيانة باش ناخذوا ويل دو مايس نتاع جديده باهي ونخليوه يسخن باش نقليو فيه للسويبعات فوالا تري بيان باهي انت اليوم عملت سويبع فما شكون في رمضان يعمل اللي يحب نجم يعمل فورما نتاع سامسا سامسا بريكا بريكا نورمال عظمه ولا بلاش عظمه لازم تكون مروبه سيرتو كيف كيف وانت نزار مروبه زاد كيف كيف مروبه شك كل شيء كيف كيف انتم اللي مو بعضنا نورمال اختاروا كيف كيف ان توكا اللي لاحظتوا الخلطه اللي عملتها فيهاش عظم ما لا ما فيهاش عظم اما انا مش نسيت كعبتين عظم باهي في الخلطه زاد كيف كيف باهي وهكاكا الفارس نتاعنا حاضر جوست نحطوه في 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 الفاي دو بريك نسكروه في فورمه نتاع صوابع ونخليو الزيت نتاعنا يسخن بالقدا هكا كل شيء بيان انت هوني باش تستعمل العظم اوميغا 3 تاع المزرعه ولا ناخذ العظم اوميغا 3 باهي ونزيد كيبه ولا كيبتين عظم هكا الفارس معناتها حسب بعينك تعرف تزيد ولا ما لازمش جاريه برشا ما لازمش جاريه برشا تري بيان دونك عظيمتين اوميغا 3 نتاع المزرعه دونك كعيبه برك يزي كعيبه يزي خاطر تبارك الله كعيبه العظم هذه اوميغا 3 دونك كعبه كبيره باهيه فوالا تحريكه باهيه حطهم في السويبعات الفخس نتاعنا حطهم في السويبعات ونخليو الزيت نتاعنا لين يسخن بالقدا وكعيبه البريك حضري تخي بيان باهي ما لاحظش نرجع بعد ذلك للسلايطه انا نبدا نقص السلايطه نتاعي ومن بعد ما نحبش نفلتها راهو السلايطه خاطر عجبتني على الاخر تهنى باش تعلمها السلايطه السلايطه فجل تخي اوريجينال بالحق دونك شيف دالي باش يكمل سويبعات البريك بعد شوي نرجعوا بحذاه للسلاطه وبعد باش نعملوا الدريساج سيغتينمون سينو اونتخ تون باش نمشيو للروبريك اللي من بعد روبريك اللي فرحانين اللي تكون موجوده في ليميسيون نتاعنا اجا معنا على خاطر احنا في ظرف خاص تعرفوا الحجر الصحي الازمه نتاع الكورونا اللي تعدينا بها الناس معناتها ظروف صعيبه الناس ما لقاتش خاصه توا جاي شهر رمضان حتى كيفاش تقضي القضيه نتاعها دونك برشا ناس الخير في شهر رمضان يعاونوا كسوسوا جمعيات في المجتمع المدني ولا حتى ناس متطوعين وحدهم هكاكا دي فولونتير حبوا في كل مره يحضروا معنا ويحكيوا على لي زاكسيون اللي قاعدين يقوموا بهم وعلاش لينا نعطيهم ان كوت بوس والناس اللي تتفرج فيهم تحب تعاون نجم في كل مره بطبيعه تتفاعل معاهم نمشيو تو دو سويت للروبريك احنا معكم تلت شهر رمضان تكون حاضرة معكم الروبريك هذية فقرة اومانيتير فقرة 100% فيها نعبروا على محبة التونسي للتونسي على خاطر لاحظنا في فترة الحجر الصحي في الكونفينمون قديش التونسي قلبه حنين بون خرنين صحيح اما وقت الرسمي تلقى الناس كل تقف مع بعضنا شفنا الدنيا الكل لي باج فيسبوك شفنا دي جروب شفنا دي اسوسياسيون الناس كلها قاعدة تتحرك وتعاون في بعضها احنا في كل مرة جوستومون باش نحكيوا على المواضيع هذية مع الناس تطوعت وعطات من وقتها عطات من جهدها عطات من فلوسها باش تعاون ناس اخرين كيما السي محمد مشفر اللي يحضر بحذانا اليوم ناشط المجتمع المدني باش يحكي لنا على الاكسيون اللي قاعدين يقوموا بها مرحبا سي محمد وبيك عايشك يعيشك شرفنا رمضانكم مبروك يعيشك سنين دائمه الله ينعاد على تونس بالخير يا ربي ان شاء الله يا ربي
كل عام انتي بخير. عايشة. انتي باش نوضحوا حاجة تريز امبورتونت، ماكش ماكمش جمعية ولا حاجة، تو سامبلومون متطوعين لله في سبيل الله في منطقة حلق الواد. منطقة حلق الواد شنو هو بالضبط اللي قاعدين تخدموا عليه؟ معناتها بديتوا من البيريود الحجر الصحي لحد لتوا رمضان. بدينا من نهار 25 مارس. بدات الفكرة حبينا نشريو معدات نتاع الرش للتعقيم. اي. لمينا دوم تاع فلوس من أهل المنطقة. أخذنا المعدات، بدينا نعقمه ثلاثة أربع أيام، ومن بعد البلدية مشكورة عملت فريق متاع تعقيم في بلدية حق الواد وبدأت تنشطه. حسينا الحركة الاقتصادية وقفت، العائلات وقفت، الناس عايشة كانت تخدم باليومية متاعها وكل. صحيح. خممنا أن في قفة المواطن العامل ذاك اللي بو عائلة اللي معاش يلقى مورد رزق. عملنا الحملة وسميناها مع الحظر بالضبط، والوقت الحظر ولا شامل. ايه. شد دارك وعاون جارك. عجبتنا ونشهد التجربة وورينا فيها وضعيات بالحق ما كناش نعيشوا معاهم في الحومة، ما كناش نتصوروها كيكا. خممنا أننا باش نعملوا قفة رمضان. أي؟ قفة رمضان تيلة شهر رمضان. تيلة شهر رمضان باش نختاروا من الأرقام اللي عندنا والعباد والأسماء اللي عندنا اللي عملناهم 400 عائلة باش نختاروا نسيليكسيوني 100 عائلة تسحق. نزار سألك قال لك شنو كيفاش نجموا كونتاكتيكم، خاطر برشا قاعدين تفرجوا فينا توا. سي محمد يعني يقول لك أعطيني نمرة تليفون فاش فيسبوك. نحن جماعة من حلق الواد ما يعرفوكمش. الصفحات اللي نخدموا عليها في الإشهار متاعنا، حتى الإشهار اليومي اللي معناتها المجهود والقضية وكل. ليزاسيسيون دي زامي دو لا غوليت. في اغنية غولاتوا. تولي خير الدين. والناس الكل تعرفنا معناتها نحن كي ندورو تعرفنا. احنا اليوم حكينا على حلق الواد، اما راهو هذايا طول شهر رمضان كل مرة باش نمشيو لبلاصة، كل مرة جماعية، كل مرة أكسيون مختلفة. خليك لو مود لافان سي محمد، شنو تحب تقول للناس اللي يتفرجوا فيك اللي في بلايص أخرين معناتها بتجيهم الفكرة يعملوا كيفكم؟ نحن في حلق الواد اكتشفنا حاجات عمرنا ما كنا نتصوروها. هذه العاصمة. أول حاجة نحب نشكر كل إنسان برا حتى ب 100 فرنك. اي انسان قال فينا كلمه طيبه، اي انسان اعطانا الثقه، اي انسان يشجع فينا معنويا ولا ماديا نحب نشكر. نحب نشكر المجموعه الموجوده اللي شاركت، مانيش وحدي. نشكرك برشا سي محمد مشفر على الحضور اليوم، ان شاء الله يكون ساهمنا احنا في الروبريك هذه احنا معاكم ان نوصلوا صوتك وفكرتك وتكون هكاك فما اكثر ناس تلتف حولك. انت كل حلقه ان شاء الله فما باساج جديد من نوع هذايا، وان شاء الله في شهر رمضان ان شاء الله البركه والخير واللمه مع الناس الكل. نشكرك برشا يا سيدي، يعطيك الصحه. يعطيكم الصحه توما زاده، ان شاء الله بالتوفيق، وان شاء الله بقيه رمضانكم مبروك. يعيش. كل يوم في برنامج ايجا معنا باش نهزوكم تمشيو تعملوا معنا دوره جولة على الانترنت، تلمون الناس الكل في الدار كونفيني، اون بلوس حتى مع رمضان برشا الناس تعدي برشا وقت على الانترنت للخدمة للقراية ولا تو سامبلومون باش يبدلوا الجو. رينا برشا حاجات هكا بيزار شوية في وقت الكونفينمون، باش يحكي لنا عليها رامي تو دو سويت في روبريك نتلمو. دونك في نتلم ورامي باش تعملنا الدوره على الهبلات نتاع لي ستار. اما قبل ما ندخل في عالم لي ستار خلينا نسالوا الناس العاديين. انا ونزار شو اكثر حاجه مهبوله عملتها في الكونفينمون؟ في الكونفينمون اي حالات فيديو لايف عملت حاجه؟ لا عملت لايف، حكيت لكم شنو نحكي. ايش عملت لايف؟ لايف نرمين. ليه لايف نرمين؟ ليه ما تفرجت؟ تفرجت. تي كونسومي في بالي كريم يشارك معها شو تفرجت؟ حاجه اخرى كيكا بي ما نعرفش كتحب اسال زاد ضيفنا. انا الحق جربت شويه تيك توك شويه مادليبس ليز ابليكاسيون. حبيت نسال مرتضى، جربت اعمل فازات هكا يضحكوا شويه في تيك توك ولا لا؟ والله فيك عندي جروب مهبول نحب نسلم عليهم الكل كي اصحابي. جربنا الهاوس بارتي، جربنا زوم اللي حكينا عليه بكري، وتوا فينا المور رجعنا الميسنجر، اما ولينا كل نهار واحد يعملنا سواري مع كل مره تيم يعني مره نلبسوا لي زاني 80 مره حصيروا برشا جو عاملين تسميو بارابور ذولي باش توريهولنا عاقلين. لا ما شفت نجومنا في تونس عاقلين على الاخر بارابور اللي تشوفوه بارابول يشوفوا توا في امريكا. كما تعرف امريكا هي اكثر بلاد صار فيها معناها حالات كورونا. المشاهير بيان سور في هوليوود كلهم شادين ديارهم. هذا اكثر وحده تفاجعت في امريكا هي كاردي بي. كورونا فيروس. كاردي بي بعد ما فهمت الوضع وتحصرت في الدار اكتشفنا قديش يرزينا وعاقله. برشا فنانين زاد بدعوا في ديارهم وغنوا في مسارح عالميه كيما مادونا. Come on, go. Let's go eat some fried fish.
Fried fish, come on, Vogue, I can go. Let's go eat some fried fish. Fried fish, cause there's no more pasta, oh no. So we're gonna eat some fried fish. Fried fish, yeah. ليجون اللي ما يعرفوش مادونا تورا هي نأكد لكم فوق السبعين سنة تشوفوا النشاط تشوفوا الحيوية بتاعها سينو جينيفر جارون ما بعدتش برشا زيادة أعطت نصايح هكا للناس للعناية بالشعر أرنولد شوازينغير زاد تعرف على جيرانه جدد كما تشوفوا في التصويره مثلا فما نوع من انواع الحمير حاشاكم معناها قاعد يلعب معاه في الشطرنج ومسميها لولو دونك لولو هذا يدلوا له شويه ما تاكلش ليجي Everybody want to live together why can we live together tell me why tell me why tell me why ooh I can we live together وما نصورش واحد فيكم ما عيطتلوش أمه وقالت له عيش ولدي حل لي دبوسة زيت ولا حكة التن ولا حكة الطماطم كيما جيسون ستيتم بالضبط وأكيد الناس الكل فدت وكل يوم تتابع في تشالنج جديد كيما جاستن بيبر تشالنج هذا اسمه فلوريز لاما كما شفتوا مع جاستن بيبر انا نقولكم هذه كانت نتلموا لليوم كان تحبوا تخليوا كومنتاتكم ولا رايكم سور نوتر باج اي جمعنا ميرسي رام يعطيك الصحه على الدور اللي عملتيه لنا هبله طلع لي ستار كل واحد تري بيان والله اكثر واحده بهتتني مادونا عندي برشا ما ريتهاش ظهرت لي تبدلت كومبليتوم معش صغارتها صغار تما برشا نسيت تفرجوا فينا يفهموني ذولي برشا بوتوكس كاين انا برشا ما عادش تعرف تغني معناتها هذاك صوت الحقاني معناتها ان تو كان ناخذ راي مرتضى قبل ما ناخذ معاه زاد اكستري بصوته المزيان والجيتار الموجوده معاه مرتضى شنو رايك في هالكونفينمون بتاع لي ستار هذوما بون لي امريكان خاطر عندهم لي اكستريم الكل مش صحيح انه عاقلين احنا لي ستار التوانسه معانا نتاعنا كوا نحن بون نقول على قد الببليك نتاعنا خد الببليك نتاعنا ما يرحمش معناها مش كيما بيتيت لي امريكان الببليك نتاعنا اي غلطه تصير يدور عليه نقد لاذع معناتها نقد لاذع خليني من خلالك بربي نحب نوجه نداء للعبيد معناها صارت لنا اثناء الحمله الانسانيه اللي عملناها راهو التنبير وصل حتى الحملات الانسانيه معناها زعما ديما عندنا في تونس هكا شويه تخوين شويه قله ثقه شويه كذا نحب نقول للعبيد والله صدقني رانا خسرنا برشا تبرعات من الحاجه هذه معناها اللي حتى المتبرع يقول لك اختاني من خليني بعيد فهمت شنو دونك نحب نقول للناس راهو الخاسر في الحكايه هو زوالي يا خويا يا عاون بالكلام الباهي والا عاون بالفلوس ما كانش اعمل حاجه اخرى اللي تنجم تعاون بها معناها ببارتيات اخرى نحن تو في سوسه عنا 21 ألف عائلة منكوبة معنا تكفلنا بالفين مازالوا تبارك الله 29 دونك ان شاء الله انتم كاين فرصه احنا ديما الباساج هذا ماش تبعت معنا قبيله غبريك احنا معاكم مرتضى يذول فرصه وفكره باهيه باش كل واحد يتعدى معنا ينجم يوصل فكرته ويعمل انا بيلو دون باش نعاونوا الناس هذوما الكل يعطيك الصحه مرتضى دونك مرتضى باش خليلك توا في الاخر بعد ما حضرت معنا غراند بارتي تبارك الله من ليميسيون انا واحده من الناس اكتشفت عليك برشا حاجات اللي انت مش صحاب مع سبور ماكش صحاب مع شنو يخر كوجينا صحاب كيما الغنيه با كونتخ في الغنيه امورك واضحه 100% نخليو لك لو شوا باش تعطينا في معناتها الانترفونسيون هذه اللي معاك حاجه على اللايف بالجيتاره نتاعك من اختيارك انت تحب تودنا بحاجه اكسكلوزيف مرحبا كان سينو اغنيه يحبوها الناس يفرجوا فينا أمان 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 يا ويلي قل اللي حب الذات ناسي غيره
وكسر الشرف حاله غالب خير وفلوسه مش حلال يا حليلو واللي تكبر كله رب كبير ورد العزيز الغالي يوم الليل واللي تكبر كله رب كبير ورد العزيز الغالي يوم الليل حتى رخصنا اليوم وغلى الغير الحاج بعمره ما يفوت العين واللي نكر وصوله يوم وصل واللي ضرب كبير وكيف كبر واللي نكر وصوله يوم وصل واللي ضرب كبير وكيف كبر والخاين والبايع والناسي والضايع والخاين والبايع والناسي والضايع والقاسي قلب داسي سندل كان معاه شاقي ورافسان كربو في الشديد ما في الشديد ما ومانا مانا 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 ما سمع كلامه زاد ماله قول لي شنفع بنادم غير فعله أمانة 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 ما سمع كلامه زاد ماله قول لي شنفع بنادم غير فعله يا ولي في الغدرة يا عاشق الحجرة يا مصيرك الحفرة كيف الناس غني معايا وردد عمر الذهب ما يسدد رب الديون يسدد ما تنسى مرتضى بيان سور هذا لو تيتر سوكسي نتاعك اللي به تعرفت برافو ان غران برافو يعيشك مرتضى دونك في الاخر قبل ما نعطيك لو مود لا فان اون كيستيون تري رابيد اليوم مع الكونفينمون كارتيستو مع فما عروض مع فما مساسين في رمضان تبارك الله وفي الفطار تحركوا شنو البروغرام نتاعك اسكو عندك فيزيبيليتي باش تعمل حاجه عن طريق لي ريزو سوسيو والا ما عندكش شوا دونك مع فما عروض توا بون بالنسبة للعروض راهو أمانة في مش وقته جملة جملة بتاتر فما ناس يخموا في دي سبيكتاكل فيرتويل حاجة فرضية معناها كان طولت أكثر البريود هذه لكن نقول تو بالحق نداء للناس الكل تو اللي عنده خبزة يقسمها مع جاره راهو قسما بالله راهي فما ناس تحت صفر بالحق الناس كل تعاونوا بعضها تو هذا اللي مركزين فيه حاليا ان شاء الله واحنا في شهر رمضان اكيد وشهر الصيام مرتضى الفتيتي فرحانين برشا بالحق اللي كنت بحذينا رغم اللي معناتها الظروف خليتنا ماكش هوني في اللايف اما سافا حاسس انك موجود ان شاء الله مره جايه في ظروف اخرى تكون هوني موجود اون ديريكت وندخلك الكوجين الشيف دالي ونقعدوك بحذينا في القاعده نتاعنا المزيانه هذيا نحب نقول لك ميرسي بوكو مرتضى الفتيتي نورتنا وشرفتنا اليوم بحضورك وان شاء الله باش نتبعوك ونتبعوا الكل اغنيتك مع دونك نور قمر اللي باش تخرج بيانتو عندك فيزيبيليتي زاده للتايمينغ ان شاء الله نختموا بهذايا بخبر بي خلينا نفيو سيغ نوت بوزيتيف كيما نقولوا وقتاش ان شاء الله بون بيتيتر فما بروجي اخر باش تقبل نستناو البريود هذه تكمل باش نعرف البروجي الاخر وبعد اون توكا يستناو اغنيه نتاع وقتها على الاخر اعطينا اسمها على الاقل ولا على شنو تحكي وكا ونختم معاك والله صدقني اللي سميتها تنجموا تسميوها معايا طب باي مع بعضنا ما يسالش بتمالي واحده نشاركوا في التسميه نتاعها شنو تحكي الاغنيه الاغنيه تحكي على حاجات فلسفيه ينجم يعيشها الانسان الحب في مفهومه بين الحب مع العبد اللي تحبه بين البلاد نتاعك
دونك غادي هكا فيلوزوفيك شويه الاغنيه. انا احب اذا انا اذا انا موجود. يعطيك الصحه. شكرا ليك مرتضى. ميرسي نورتنا مره اخرى وشرفتنا بحضورك اليوم. سيتي تجربه مزيانه لو تلقاو لكم ضيف عن طريق الفيديو كونفرنس. حق في الظروف هذه سورتو انا اكتشفت انه صوته حتى معناها في الفيديو كونفرنس طايره ممتاز جدا. يعني ما يخافش الرجوليه. اول تجربه في التلفزه التونسيه وظهر لي ناجحه معناتها. ناجحه. وتوا باش نمشيو ديريكتومون للروبريك اللي من بعد اللي فيها سيغتانمون باش تلقاو اجابه على تساؤلاتكم الكل تهم صحتكم في الو دكتور. نحكي على موضوع يهم الناس الكل في أول نهار من شهر رمضان على خاطر أول نهار في الصيام ديما نقولوا أصعب نهار. أما هوني باش نحكي على المعدة بالتحديد. علاش برشا ناس في أول نهار من رمضان تتقلق وناس لي؟ هل فما عوايد غلطين قاعدين نعملوا فيهم؟ شنو قاعدين ناكلوا بالضبط مع شقائنا الفطر؟ هذا الكل باش نحكي فيه مع دكتورة سهير صفر غاسترولوج. مرحبا دكتور. مرحبا. رمضانك مبروك. رمضانك مبروك. كل عام وانتي بخير وسنين ديما. دونك دكتور صفر اليوم برشا ملي قاعدين يتفرجوا فينا الموضوع بالحق يهمهم على الاخر. علاش خاطر الناس تتقلق في الايامات الاولى من شهر رمضان اونكور بلوس في النهار الاولاني. يقول لك كيفاش نعود معدتي بروغريسيفمون على صيام ماكله صيام ماكله شنو ما لي بون جيست. باهي هو إلي توتا في نورمال باش المعدة تتقلق في الأيامات الأولى متاع رمضان. علاش؟ على خاطر البدن كان معناتها أدابتي لأن سيستيم بيان بارتيكولي ماكلة بتي ديج فطور عشاء من بعد لا ميم كونتيتي متاع الماكلة باش تهبط فرد وقت معناتها وقت أنكوغ بلوس كي تبدا السفرة التونسية متاعنا. فوالا الماكلة التونسية نعرفوا بلي عندنا برشا مقلي عندنا برشا حاجات اللي هما يتعداو بصعوبه. داكور. دونك لو بوت سي دو نسنسو المعده نتاعنا بشويه بشويه كيفاش نسادابت بشويه بشويه. يلزمنا ناخذ وقتنا في في الماكله بالكدا نمضغو مليح نمضغو مليح. يلزم ما نشربوش برشا ماء مع الماكله خاطر هذاك يخلي المعده تتعب في الهضم نتاعها ويكبر الفوليوم نتاعها الحجم نتاعها يكبر برشا. دونك دوكو تصعاب المهمه نتاع الهضم. هل انه الشوربه ريفلكس صحيح؟ احنا توينسا عندنا الشوربه ما تغيبش. شوف الشوربه راهي حاجه الي غراس الي ليكيد ماهيش تري ادابتي للعبد اللي عنده غفلو باغ اكزومبل. العباد برشا يكثر عليهم الغفلو مع الشوربه نتاع رمضان. نزيدوها بريك اون بلوس نزيدوها حاجات اخرين شهي فينا توا ولا شاف دالي. داكور دونك فوالا دونك الشوربه ماذا بيها ما تبداش مزيته برشا خاطر احنا طريقه التطيب نتاعها معناتها يلزمو يكون بلوس سان. دونك يلزم شويه زيت مع ويفو لي بيسير شويه بالخبز والكل. واللي يتقلق يعمل برود ويعمل حاجه اخرى ويا بلوز سوب سوب تاع دس حاجه. فوالا حبيت نسالها على المقلي مي هي جاوبت بكري. مي اسكو احسن حاجه نعملوا كيما مثلا اشقائنا في المغرب. في المغرب ياكلوا شوربه ومن بعد يقعدوا ليله كامله بعد ياكلوا هما. هذيك طياره ما مستحيله في تونس. هي الميثود الاصح راهو ناكلوا بشويه بشويه. يلفو فراكسيوني لي روبا ما يلزمش لا ميم لا كونتيتي الكل تدخل فرد وقت. تدخل فرد وقت على خاطر وقتها لي كاباسيتي نتاع المعده سون دي تدخل بعضها مسكينه تاكل تاكل لا ميم كونتيتي هذيك مي ريبارتي كي كي الماكله هذيك تجي فرد وقت راهي سي ان شارج دو ترافاي بور لي ستوما. دوخه كريمة بعد ساعات. اي معناتها اي فما شكون يقول لك بعد فتره نفشل المعدة يتحل دونك فما يكثر الجير يكثر القلق لي بالونمون معناتها فهمت. رامي عندك زي سؤال جوستومون حبيت نسال خاطر انا مثلا مغروم ياسر بالقهوه اسكو القهوه في السحور تقلق ولا؟ شوف القهوه سي اسيد باهي سورتو القهوه الكحله هي اسيد باهي. العباد اللي عندهم غفلو تقلقهم القهوه كيما او ميم تيتر كو دخان او ميم تيتر كو الشوكولاتة او ميم تيتر كو لي زيبيس معناتها الحاجات اللي ياسر مفوحه الكل هذوكم ينجموا يقلقوا تقلق العباد هذوكم. دونك القهوه مع السهريه خير مسحوره معناتها سورتو بعد معناتها جوست قبل كان تتسحر وباش ترقد ترجع ترقد راهو باش تقعد باش تقعد فك عليك يا رامي. فوالا دكتور انت حكيت على الناس اللي عندهم غفلو السؤال نختموا به رابيدمون الناس اللي بالعكس ما عندهاش غفلو اما في رمضان يقول لك ولي عندي غفلو السبب شنو برشا ماكله يتمد بعد الماكله ما يعملش مارش سي فونكسيونيل
en fait c'est fonctionnel علاش خاطر كيما قلنا لا ميم كونتيتي المعده مستاذه تتقبل فيها في النهار تاكل على 24 اور تاكل الكونتيتي هذيك كي تجيها الماكله الكل فرد وقت راهي المعده سو ديستون كي تبدا انت عندك ان ساك حليته برشا عبيته برشا فمو باش يتحل دونك سي ان رفلو فونكسيونيل هذا بخلاف كون ديكومبونس ديجا ان رفلو ديجا اكزيستون اللي هو معناتها سي اون باثولوجي تري فريكونت راهي موجوده دونك فينالمون الكونتيتي ما لازمش برشا ريبارتي الكاليتي نتاع الماكله ما لازمش برشا مقلي برشا كذا ومعناتها واحده واحده اعملوا شهيوه في النهار نهار الاولاني عندنا الحق نسيبه شويه ولا لا يا دكتوره؟ والله هو نهار الاولاني على قلب الفيزيوال على قلب الفيزيوال هو نهار الاولاني ما بيك تستحفظ فيه شويه ملا استحفظوا على روحكم واسمعوا نصايح دكتور صفر نحب نشكرك برشا دكتور سهير صفر جاسترولوج على الحضور معنا وعلى التوضيح هذايا الكل سينو انا حبيت نشكر الابليكاسيون اوتو نشكرها برشا على خاطر هي اليوم اللي تكفلت بنجبت لنا ليزانفيتي الكل هوني للبلاتو توفر ان سيرفيس رابيد ويكونوا سورتو حارسين في الظروف هذه على سلامه الناس اللي يوصلوهم يعقموا بطبيعه لي فيكول نتاعهم الكل دونك فما برشا كونفور وفما شوفور يجيك سبيسيالمون للبلاصه اللي انت موجود فيها ويوصلك للديستيناسيون اللي انت تختارها واللي انت تحب عليها بطبيعه افيك ان بري اكسيسيبل للناس الكل دونك انكور اون فوا ميرسي للابليكاسيون اوتو كل ما يهم لا ديكوراسيون نلقاوها في الروبريك اللي تكون معنا في كل مره نحكيو فيها على لي موبل لي توندونس لي كولور كل ما يهم لا ديكوراسيون وزاد لي بريكولاج نعم حضروا روحكم هذيك كل باش نحكيو فيه كل مره معنا في برنامج ايجا معنا هذيك علاش باش نستقبلوا تو دو سويت بحذنا دورا في روبريك بريكو ديكو دونك تجي بحذنا دره جوستومون مرحبا دره رمضانك مبروك رمضانك مبروك يا عايشك العام شي بخير حاب نقول لكم انه دره هي اللي عملت لنا هالديكوراسيون المزيانه هذيا سي تري جولي تري كونفيفيال نحس روحنا العباد بحذنا وحنا دخلنا هكا لديا العباد ان توكا عندك برشا ذوق يا عايشك ليندا ميرسي بوكو بور لو ريميرسيمون ان فيت نحب نشكر ليكيب اللي كانت معنا في الديكوراسيون هذيا عندنا ماست موبل اللي عطاتنا تو سكي موبل لي تابل ولي تابل باس لي تابل دو كوان اي تو انا كيف قسنطيني ديزاين اللي عطانا الكوجينه نتاعنا حلوة وزاد كيف نحب نشكر تيميز بور لي زارتيكل ديكو اللي عندنا كل موجودين هذوما كلهم مع تيميز ميرسي تيميز ميرسي ليهم الكل وميرسي زاد عليك انت بور سو مارياج تري ريوسي دونك دور احنا في اول حلقه اليوم باش نحكيو على توندونس اون جينيرال وبعد في كل حلقه ان شاء الله نتعمقوا اكثر فما ستيل طالع جديد انا عمري ما سمعت بيه نعرف الستيل سكاندينافا ماذا ستيل سكاندي كرافت عمري ما سمعت بيه ليندا سي لو ستيل ان فيت سكاندي كرافت اللي هو سي لا توندونس 2020 سيت ان ستيل كيما سكاندينافا مي de moins en moins épuré et minimaliste. Donc ça veut dire quoi ? On a aussi plus de couleurs, de textures, des matériaux, tout ce qui est la couleur du bois naturel. On a aussi des inspirations africaines, on a aussi les matériaux naturels. Une ouverture à la d'autres cultures. Voilà. Justement, chez nous, mais d'abord les matériaux naturels, Les matériaux naturels, c'est très tendance en 2020. Les hommes le rotin, le bambou, tout ce qui est canage, le tressage, les cœurs, dans nos biomes, les salons, les fauteuils, les chaises et tout. Qu'est-ce qui vous a donné Quand je fais ça, ouais. Quand je fais, voilà. Voilà. Donc tout ce qui est canage, le lin lavé, tout ce qui est naturel. Kif ferme des suspensions, des tapis, des dabel halfa. Très bien. Donc ado maman, t'as le projet de les dakhlou hom ala le style avec Scandi Craft. C'est oui, ça. Oui, c'est le style Scandi Craft. Sinon, hatta les formes, c'est chou li t'as fait les formes. Les ni lin data fait les foires, tout ce qui est showroom, les expositions, cochon, le meuble s'arrondit, tout ce qui est arrondi. D'accord. Donc les canapés arrondis, les poufs, les angles arrondis, on a les tables basses qui mettre honey kolhom forme rentre, les miroirs ovales, tout ce qui est angle arrondi. Très bien, d'accord. Les couleurs tendance, l'italienne. Les couleurs tendance, on a sur la tête de liste le vert, le vert français, donc le vert chasseur, qui va très avec le bleu. Le vert les cardaliennes. Voilà, c'est vert canard. Non, c'est un bleu canard. Bleu canard. Oui, qui se marie très très bien avec le rose, Linda, qui m'a chauffé au niveau de la plateau. Oui, les cardalienisères tendance. Oui, c'est ça. Là, je suis pas cardalienisère tendance. C'est les liens, c'est les liens des couleurs. Exactement. Le vert, le bleu. Aussi, on trouve le jaune.
فيه الكوري فيه الموتارد زاد سي تري طوندونس سني كيف كيف اي بيان سور لي كولور لا باليت نوتر اللي هما تو سكي بيج غري غريج اي سون سي طوندونس يعني احنا تو قاعدين في طوندونس نزار ورامي اسكو شيف دالي قاعد في طوندونس ولا لا انا عجبني ياسر الكونتوار اللي يخدم عليه حياتي صحه كلشي ياسر مزيان سي فري الحمد لله شكرا لكم الاولاد في معناتها الجراند دال هذيا بون ذولي سا دون اونفي نزار انت باش كوجينا باش تدخل تمدي ديك سي بون من هنا اخر رمضان قلت لك باش نولي شيف ان غران شيف اشبك نزار دونك ان شاء الله ليندا ليبيزود الجاي بقدر تربي نحكيوا على لي بليك دي تو سكي جراند دال خاطر لي جران كارو هذوكم سي تري توندونس ان 2020 اوسي ليندا عندنا البابي بان تو سكي لي موتيف فلورال مودرن لي انسبيراسيون شينواز تو سكي تيم جانجل تروبيكال فيهم تو سكي كولور اللي حكينا عليهم توندونس هذوكم سي تري على مود Très voilà. bien, merci, يعطيك الصحة vraiment. Et tu as dit avant-goût هكا على les tendances نتاع 2020. اما راهو في الحلقات الجايين كل مره باش نفصلوا معاك حاجه. باش نشوفوا ليندا دي روبريك سي بريكولاج ما تعرف. كونفينمون لا بتكون قاعدين في ديارهم اي تو دونك نجموا نعطيو دي فيديو دي استوت باش تعمل معناتها نقولوا احنا الرجال اللي تفرجوا فينا توا خدمه للنساء باش يفرحوا بيك برشا باش يحبوك. اكزاكتومون. خاطر اللي يقول لك انا وسط العام ما عنديش وقت وما فماش عذر. عنده وقت. اوسي لي زونفون ليندا باش نعملوا دي استوت. Pour décorer les chambres, les bureaux, les bibliothèques et tout ça. Très D'accord. bien. Merci. Merci, merci Linda. Aïcha. Merci. Merci. Merci à la rubrique Brico Déco. Nous allons tous les jours avec nous. Ija Ma'ana. Et comme il y a dans l'émission, nous allons avec le chef Dali. Nous allons voir ce que nous avons aujourd'hui. Nous allons faire le dressage sur place. Nous allons noisir le djej. Nous allons le brique avec le hamafroum. Nous allons la salade très originale avec le fjil. Nous allons faire le cacao. Et aujourd'hui, nous allons vous dire que nous allons gâter. Nous allons avoir deux desserts. مش ديسير واحد اكاهو مع شيف نبيل باش نمشيو نشوفوا سيربريز ياسر مزيانه حضرها لنا اليوم للصغار وللكبار استعمل فيها غلاس ثلج باش حضر لنا ديسير ياسر بنين مرحبا بكم ان شاء الله رمضانكم مبروك وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير ليندا سامحني اليوم ما نجمتش نكون موجود معاكم كما تشوف هاني اون كونفينمون في الدار نوع ديك ليمات الجاية نكون موجود معاكم. اليوم الديسير نتاعنا باش نعملو حاجة سهلة بلي لي مويان اللي موجودين عندنا في الدار، بسكويت سايدة، الكلاس بولدور، شوية شوكولاتة، كعبة بنان، وشوية لوز، والشونتيي باش نعملو أن ديسير. أول حاجة باش نبداو بها في الديسير نتاعنا، باش نقصو كعبة البنان، نقصو كعبة البنان مورسو خشن، نزينو في الكاس، توا باش نحطو البنان في وسط الكاس. ديسير معمول بحاجات موجودة في الدار غلاس بولدور بسكويت سايدة شوية فاكهة شوية شوكولاتة شوية شانتيي ليندا نوع ديك ليمات الجاية نبدا موجودة معاكم انتي وشيف دالي غاديكا ونعملو حاجات سهلة ونجمو نعملوهم في ديارنا ان شاء الله رمضانكم مبروك وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير Donc juste avant le dressage final, Fama, la dernière touche avec le chef Dali, qui من أول ما بدأت l'émission, on est dans la salade, on est dans la salade, parce que la salade de vjil, en général, on l'a fait chef Dali, vjil, et on l'a fait avec des choses, et on l'a fait avec des choses d'autres, mais comme tu vas faire aujourd'hui, c'est l'original. Voilà, donc on a pris le robot de Brown, voilà, et on a pris des rondelles, comme on l'a fait. يسير ربح في الوقت سجودة نعمل معتا ديريك تقصو لك حاضر في سجودة نعمل سلاطة تخيل بيان هاي اللي هذا أنا باش ناخذ واحد كيفو خاطر نموت على السلايت و سي تخي غابيد اي فاسيل كل شيء حاضر باهي سلاطتنا مقصوصة دونك هذايا مع براون ال فوالا وتوا باش ناخذوا الجومبون دو دانت اي Jambon de dinde ou maïs. Voilà. Ou choya maïs. Ou bien sûr, bich nikhdu sauce à l'ail ta jadida. Eh? Ou hakika. D'accord. Bich nhadru slaytetna. Donc, nikhdu jambon de dinde. Jambon le mazra, hida? Voilà, jambon le mazra. Bé. Donc, nzidu le slayta, elle est déjà fait le fjil, ou le faqous, ou le psal. Haka. Voilà. Très bien. Je nkoussou hum. Haka. بطول انجولين باهي تري بيان اش حاولوا في سلطتنا هايله هايله هاني نكتشف معناتها شويه
باهي كيما خلنا الجامبون وباش ناخذوا المايس. هذه مايس كام؟ ولا مايس كام؟ باهي جوست نسقطروها شويه من الماء. باهي دونك حطينا الفجل والبصل والفقوس ومعاها الجامبون دو داند. ولا والمايس نخلطوهم بالبدا بالبدا. فوالا خلطوهم. إذا أعجبني شيف دالي ديما أفكاره حاجات غابيد سامبل وبنين سيغتو وحاجة جديدة وسهلة. نزيدو شوية خل باهي شوية صوص ألاي تاع جديدة باهي دونك ديريكت تفوح بها هي مع شوية خل باهي تنجم تزيد شوية ردوا بينا شوية من الملح خاطر كل شيء يبدا مالح فوح ولا نفوح جوست باش نزيد أنا شوية فلفل أكحل وكهو دونك هذايا صوص على نتاعنا. تري بيان باهي. وبيان سور ما ننساوش يا ليندا. اي. ورقات النعناع باش يبنوا لنا. شنو هو الجو اللي يزيدوا النعناع في ال بون كيما احنا نعملوا السلطه التونسيه نتاعنا حتى ورقة في النعناع شايح. النعناع الاخضر زاد كيف كيف حتى هو يعطي ريحه بنينه في السلطه بالاخص كي يتخلط مع الصوص على اي. يعطي برشا ريحه بنينه. تري بيان. فوالا. هي لا تعمل 66 كيف، أنا نخلي في السسبانس للأولاد توا خاطر مش قاعدين تشوفوا. شاي الأولاد مش قاعدين يعاونوا فينا يعني. حاجة كبيرة، لا باش يعاونونا باش يجيو بحذانا، جست ورينا ليدات فارسية عندنا كعبة دقلة بالبشامية باش تحضرهم لها، وأنا باش نمشي غاديكا هم باش يجيو يعاونوك. موافقين ولا؟ نجيو. في الدار تعاونوا توا ولا جست توا خاطر في التلفزة؟ بيان سور. أنا الوحيد اللي نحضر تاولة رمضان في الدار. بون نزار ما عادش حاب نسأله تلمون. لا والله لا والله نعاون. قال لك مانا. لا نعاون قلت لك نغسل الماعون بكري. نزار ياكلك عاون نزار. باهي. شفت. على كل حال هو إلي ريبريزونتاتيف نتاع بعض من الناس اللي ما يعاونوش يقول لك أنا بون سي ديجا بيان معاون يتسمى معناتها ان كود ما باهي. فوالا دونك هذه هي السليطة نتاعنا. الحقيقة تشهي شيف باهية خفيفة تحسها صيفي مع السوسة لاي وكل فجل والريحة متاع النعناع دونك سليطتنا تخي بيان باهي دونك هكايا كملنا النواصر بالدجاج كملنا البريك بالحمى فروم كملنا السلطة مادام انت عملت لها الدغيساج نتاعها فما الدقلة بالبشامية اللي باش تحضرها لنا زادا نحطوها فوالا دونك هذه هي سليطتنا تخي بيان باهي تنزيدو كيبة طماط صغير نزينو بها كان حبو كيبة زيتون فوالا تري بيان دونك هذيا السلاطة نتاعنا انا نموت على سلايد دونك نعطيك عليها 10 سور 10 حتى تذوق عاد فرونشمون الله غالب نذوق توا اما تفهم من لي زانغريديون اللي فيها تبارك الله تستعمل في حاجات دو تري بون برودوي فوالا دونك هذيا سلايتتنا تري بيان كيما قلنا شوية نعناع باهي دونك هذيك التوش نتاع الدريساج بعديك نجمو نكملوها شيف اعطينا توا الساعه هالدقله بالشاميه اللي فوالا باش نحضروها للسهريه ولا للشقه الفطر؟ لا شقه الفطر قبل ما نبداو ما نشوقو فطرنا ناخذو كيبتين دقله بالشاميه اي دونك عندنا شاميه شهر الزيت فوالا باهي وباش ناخذو كيبه دقله فوالا باهي برشا دونك هذايا اليوم اخترت لنا الناتور ولا شاميه ناتور باش نحلوهم نحيوك القلب هذايا ساهله فما شكون عنده يعمل برشا حاجات نتاع حشوه ما احنا اليوم اخترنا شاميه نتاع شهر الزيت باهي برشا فوالا دونك نحطو شويه شاميه نعرفوا اللي بدن يستحق برشا حلوه ما ليندا نهير كامل واحنا صايمين هكا الكعيبه واحد يحلي بها فوالا نجم نحطوا كعيبه لوز فوقها كعيبه زبيب باهي اللي نحبوا احنا كعيبه فستق والا فما خاطر هما في القام شهر زيد يبيعي لك حاضره باللوز بالفستق باللي تحب انت واللي يحب ناتور ينجم ياخذ كيما هكا فوالا تري بيان باهي دونك باش تكمل صحاين الدقله براتيكمون كل شيء حاضر شايف الاولاد والله انا راهو في بالي معناتها قلت لك راهم يعاونوك انا في بالي اللي باش يعاون يقول تحبش نعاونكم في حاجه قلت لك ولا نجيو توا نقوموا بيان سور مالا تفضلوا تفضلوا شايف دليل تبارك الله عليه شو هذا الكل معناتها
لا محاله حعاونتوا في الكيك انتم شويه هكا خلطتوا معاه خلط شويه برك نعاونوه شويه في الدريساج باش نحطوا كل شيء غادي كسور بلاس وشيف دالي يتحق بينا باش نجموا نحكيوا معاه على اهم الحاجات اللي عملهم لي زيتاب الكل ولو انه ما فلتنا شيء احنا معاه براتيكمون في شفنا كل شيء في لي زيتاب الكل شفناهم جوستمون تري بيان باي باش نتعدي يومي لتو دو سويت للدريساج مع شيف دالي كمل توش فينال الاولاد معاه ها دونك نزار ورامي عاونوه مشيشي في الثنيه تفسدوا لنا بلا طيحوا حاجه دخلت كل شيء ان شاء الله لاباس دونك نذكر شنو الشيف يتغشش الشيف مي ان توكا نحب نذكر اللي شيف دالي اليوم حضر لنا نواصر بالدجاج حضر لنا زاده سلطه اللي كنتوا تشوفوا فيها توا بنينه ياسر تري اوريجينال سلطه فجل معها البريك باللحم مفروم وزاده كيف عندنا الكيك مغبغي اللي ساهل ورابيد نجم يحضر في ساعة في ساعة تابعونا على تيويل الحصة نجم تلقاو كل شيء لي زيتاب ما يفوتكم منها حتى شيء سينون سيغتانمون تعاودوا تفرجوا في الحلقة اون روديفيزيون من غير ما تنساو تابعونا على الباج نتاعنا على الفيسبوك اللي السافيش اون با د ليكرون باش هكاك تلقاو زادة كيف كيف لي روسيت تلقاو لي روبريك نتاعنا والجو هذا كل ما يفوتكم منه حتى شيء انتر تون هاو قاعدين رامي رد بالك على البريك يعيشك يفضلك وصله لنا لاباس دونك النواصر البريك الشيف الوحيد اللي نجم يهز حاجات فرد وقت اربع حاجات ساره باهي دونك الدريساج نتاعنا اون كور وانتم قاعدين تشوفوا على ليكرون في المنيو نتاع اليوم اللي حضره لنا شيف دالي ونذكر انه مع شيف دالي كل يوم منيو جديد هكا ولا شيف وي كل يوم فكره جديده منيو وسهل جدا وسهل تري بيان بي دونك اللي قاعدين تفرجوا فينا توا ويقول لك لا يعطيهم الصحه الاولاد يعاونوا راه جوست خاطر في التلفزه في الدار نزار قال لك انا جمله رامي لا محاله مسكين ما نظلمكش انت تي تامبليك قلت هكا ولا لا اي شيف مرحبا الاولاد تفضلوا بحضنا اش بكم قاعدين بحضه الطاوله راه يبداو هما يا ولادي شقان فطر تبداو قبلنا ايش اشتغلتوا تستخالوا فطار ولا حاجه شيف دالي فريمون يعطيك الصحه ان غران برافو خاطر في كل مره تورينا انه افيك دي روسيت سامبل تخرج لنا سفره ياسر بنينه دور نعملوا دوره في المارشي صباح شويه 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 اللي باش نخاوه هذاك هو اللي باش نعملوا به باش نعملوا به مو هذا كل موجود في السوق اليوم عملنا حاجه سهله بالقدا عملنا سلايطه نتاع فجل دونك عملناها فاسون جديده زدنا عليها شويه بصل وشويه كونكومبر قصيناهم بالروبو نتاعنا وفوحناهم بشويه صوص لاي نتاع جديده وعصير خالص وشويه خل هكا وزدنا عليهم بيان سور المايس نتاع سيكام وعملنا في لونتري شوز زاد حبينا بدلو شويه عملنا صويبع نتاع بريك بالفيون داشي نتاع المزرعه زدنا عليهم شويه هريسه شويه وزويزه وشويه ريغوتا نتاع ديليس وشويه فخوماج خلطناهم بالكدا تري بيان حتى فخوماج استعملتو ديال ديليس صويبع نتاع بريك والبلا برينسيبال لا خونا اول نهار نتاع رمضان يلا نعملوا نواصل انا عملي لي بلا بريفيري نتاعي فوالا دونك خلينا كذا دونك عملت نواصل ايبيدور فوالا عملنا نواصل نتاع ايبيدور وخذينا الدجاجه بولي فيرمي نتاع المزرعه قصيناها خذينا اللي حاسنا به واللي الاخرين خبيناها فوالا حاجات اخرين فوالا والديسير عملنا كعيب كيك وزيناها بشويه شوكولاته مفوخ نتاع فانواز سهله حاضره زدناها شويه حليب نتاع ديليس وكعيبه عظم تري بيان وشويه مارغرين وكهو حاجه باهيه خاطر اللي عندها باش طيب برشا حاجات تقول لك اوموان ديسير يجي سهل سينو نذكري احنا اليوم اوني غاتي وعندنا دو ديسير بخلاف اللي حضرت لنا انت الكيك البنين مغبغي عندنا زاده كيف كيف ديسير اخر مع شيف نبيل حضرونا مع بكلاس ثلجه لو ليتش قولكم في المنيو بصراحه حتى يذوقوا ما ينجموش يذوقوا عاد لا غير اموك طيب المنيو يتكلم وحده معناتها التصوير التغني عن كل تعليق ميرسي اول تصويره تنجم تشوفها بالريحه معناها والله سي بيان الحاجه الاخرى الشيف دالي خمم فيها زاد فينا انه حضر كعيبات الدقله كعيبات الدقله شويه شاميه شهر زيت وفما بسيسه زاد اللي موجوده انا بالنسبه لي سي ديكوفيرت اما انا نقول راي هذيك هذا برودوي جديد فوالا برودوي جديد اما راي ما تشرب كان بارده ولا نحطوا لك كعيبات جلاسون بالحق اما راي هي تعمل تروي معناتها حاجه هي اللي قاعدين نشوف فيها دايوغ في ليكرون سي ان نوفو برودوي ما في باليش بيه انا معناتها جو ديكوفر مع المشاهدين ومعك انت ديما تجيب لنا اخر ما صدر شيء ثاني ما فهمت حتى شيء باهي دونك المنيو نتاع اليوم هذا هو انا وحده من الناس سانسيرمون نقول لك شابو اما ديما تصب عليك المهمه الحلقه اللي بعد واللي بعد واللي بعد الاولاد عندكم اقتراحات شاهين حاجه هاي قيد
من المقرونه الله يبارك فيك اللي شاف دالي سميو دالي مقرونه راهم كثرت في اي برنامج ما نعمل كي المقرونه اليوم بدينا بالنص اللي طيب ومبروك شي حبيجه نحب نذوق من عنده من يديه اللي طيب وسهل هذه معناتها كونفيونس توتال هذا سهل كارت بلان من الساندويتش تفهم انت الساندويتش انا كل شيء يعطيك الصحه شيف دالي فريمون ان غران برافو للمنيو نتاع اليوم وللمنيو باش تحضرهم لطيلة شهر رمضان دونك اليوم في برنامج اجا معنا هذه كنت لمتنا هكا تلمينا حبينا نحكيوا على مواضيع تهم افراد العائله الكل هذاك علاش كيما قلت من الاول ندخلوا لكم في دياركم نضيفوا رواحنا في الصالون في بيت القعد في الكوجينه برشا عندهم تلفزه في الكوجينه في رمضان تقول لك عين على التلفزه وعين على الـ على الـ الكوجينه على الغاز اكزاكتومون دونك ان شاء الله نكونوا معاكم حاضرين كيما قلت تيل شهر رمضان خليكم كلمه لاولاد شنو تحبوا تقولوا للناس ترجو فينا وكان تحبوا تصلحوا حاجه للناس تفرج فيكم في الدار قولك شبيك تعاون غادي هنا لي من توا معناتها ان ريكتيف ولا حاجه كلهم تابعونا ان شاء الله كل يوم في إجا معنا إن شاء الله أحنا نصلحوا مروحنا نوليو شيف تولي تعلمني الكوجينة بالحق وإن شاء الله نقولوا خفيف ظل وشهية طيبة نقولوا إن شاء الله شهية طيبة لكل رامي الحق أنا نحب نقول لكم إن شاء الله رمضانكم مبروك ونطلب السماح جوست من أمي البريود الأخرى معناها في الطبلبيس الحق كي ريت الشيف كيفاش يحضر كل شيء حشمت على روحي اللي كنت نعمل فيه ضيف شيف ويعطيك الصحة شيف يعيشك شيف دالي يقول لك ميرسي أدومان ميلا يعيشك أدومان إن شاء الله تلقاونا في منيو جديد وبرشا حاجات جديدة دونك تابعونا إن شاء الله رمضان كامل وراو ما نعملوش كيما اليوم كيما غدا كل يوم نبارة جديدة ميرسي شيف يعطيك الصحة نحب نقول لكم شهية طيبة الناس الكل ميرسي اللي تابعتونا تعاودوا تلقاونا كما قلت في إعادة بث للحلقة كان فاتكم أي حاجة من المحتوى متاعها ولا من الغسيت تاع شيف دالي وزيدا كيف كيف تابعونا على الباج فيسبوك متاعنا اللي تلقاها محطوطة أون با دو ليكران قولكم أدوما نتلقاو إن شاء الله في نفس التوقيت في برنامج إيجا معنا وانتوما تجيو معنا كل يوم وإن شاء الله شيها طيبة لكم الناس الكل السلام مجتمعين وقمنا لك نشطين موسيقى في الوطنين حضرنا لك لبنين من اليوم ما عادش تحين مادامنا موجودين بونجور لامي بونجور لامي من ايديا الشاف ونوعو لك لوكلاس ونتوب بالاكتشاف ونسربيو للدباس حضرنا الاجواء واستدعينا الشباب كلنا هوني نستناو فيك ايجا معنا لا 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 ايجا معنا